سيادتي المذهبين وابدع الحديث كده. تحية لرئيس مجلس إدارة مدرسة إلتا للمواد. سنة كبيرة. أنا مسالم رئيس مجلس إدارة مدرسة إلتا، بنشكر حضرتك على وجودنا معاك النهاردة. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك فعلا. نشكر أستاذ إسحاق الدكتور سامي الرواشي. نشكر السادة الضيوف، نشكر الدكتورة نجوى إبراهيم، ونشكر السادة الضيوف من جامعة السادات، الدكتورة أمينة، الدكتورة رامي، ونشكر مستر أحمد. وعلى بركة الله نبدأ اليوم الرياضي إن شاء الله. وبينتهي مع اخر لاعب. ارجع ورا شوف جدا لإدارة مدرسة إلتا.